وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا زدنا من محبتك إيانا حتى نتمتع بمحبتنا إياك. اللهم نحن بحاجة إليك لا العكس. فقد حوائينا برضاك وبركاتك. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته والله. الآن أذكر الغافلين حين يدعون أنهم أدوا حقهم نحو الله ويعتبرون أن طاعاتهم هي من على الله، يمنون بها على الله. بالله عليكم، من هو المنان بحق؟ الرحمن أم أنتم؟ المنان أعطى وأعطى وأعطى كل ما سألتموه. إذن وجب علينا أن نسميه حنان منان. أما أنتم لولا إذن المولى ما كنتم في طاعته ولو نانو ثانية. وطاعتكم، هل روحكم مع الطاعة أو فكركم مع الطاعة أو هما خلاف ذلك؟ وهل المعطي هو الله الخالق الوهاب أم من هم دونه بحكم أنهم مخلوقون؟ لا من على الله، بل تغربون الله بهذه الإساءة إلى الله، كما قال اليهود بطريقة خبيثة: الله فقير ونحن أغنياء. أو يد الله مغلولة غلت أيديهم بما قالوا وكسبوا وأساءوا الأدب مع رب الأرباب ورب العباد. بالله عليكم، حين ربي خفف عنا الصلاة عند السفر، هل خففها لأنه غير محتاج إلينا أم العكس؟ إذن لا احتياج من لدنا لخطبه، أم هم يطعمونه أهو طلب أن يرزقوه؟ بل العكس، نحن نرزقكم أيام أبنائكم فلا تقتلوا خشية إملاق أو من إملاق، أما خشية أن تقعوا في العجز في النفقة، ولا من إملاق اللي هو حاضر الآن وبكلاكلوا منا ينغص عليكم حياتكم. وهذا قد يقع العرب الكرام، تغيس حياتهم لأنه سراكم لموا ما فما إذا رفي لميز خلهم على اللحظة. لماذا خلهم على اللحظة؟ لأنه لك كريه بني ويوي مزكيك يا رئيس، انتيعوك يا وزير، انتخبوك يا نائب، النائب بالعامية مش صحيح، انت متنوبش فاسد. لو كنت تعرف انه فاسد وكنت عندك عقل يميز ما كنت تنوب يعني تنتخبه، يعني مش ينوبك يعني. هو مش يفصع كما تقول شيء لي يديكم قيالكم وده زرق لك عاد تشريعات الربانية بالأحسن لتزيد المصائب اللي تعود عليكم أكثر. وعلاش البلاد اللي تعانيوا فيه تو؟ علاش؟ لأنكم استبدلتوا الذي يؤدب إليه وخير. ربي نزل تنزيل وما في ذلك الشك، والتاريخ الحقيقي الملموس لكونكي لاستوار فري تقول أن محمد عليه السلام كان نبي مرحمة ونبي ملحمة ونصر الله وأزره وأعطاه فتح كبير. ونحكم ربي بين نبيه الكريم عليه الصلاة والتسليم وبين أعداءه اللئام من قريش وبن صلون والنصارى شبه التمام، كل أقل منهم إن كان ربي بخير. والحديث يطول،
المصايبه هابطه ما فادتكمش باش تفهموا وترجعوا للرب. واحنا ذكرناكم قلكم الله ما تقوم بالقائمه وما تهدى خاطركم وما تلوا في بحبوحة وذوقوا طعم الحلو للحياة إلا ما ترجعوا إلى بعد الحياة. ولا فأنتم في موات ورأوا موات أثقل منه وأشنع منه وأبغض منه. لا إله إلا الله. اللهم لا تختم على عقولنا ولا تنجس أرواحنا ولا تشوه منظرنا وزدنا تخلقا كريما يا سميع الدعاء. آمين آمين آمين.